بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع النفس ألا يكونوا مؤمنين. نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إن ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون قال كلا فاذهبا بآياتنا
كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي.